في المؤتمر كمان، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في يومه الأول، كان فيه قرار بتفعيل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المنبثقة من كوب 27 لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، في خطوة بتهدف بشكل كبير إلى مواجهة التأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية وبالدول التي يعني تتأثر بشكل كبير. هذا القرار نال إشادة مندوبي 200 دولة مشاركة في كوب 27 اللي عقد العام الماضي، وكان على رأس توصيات العام الماضي هو الإقرار بإنشاء هذا الصندوق. أسئلة كتيرة جدا، ما أهمية هذا الصندوق؟ إيه الهدف من وراه؟ إيه هي أشكال التعويض اللي ممكن تخصص للدول المتضررة من هذه التغيرات المناخية؟ والسؤال الأهم كمان، من سيدفع هذه التعويضات أو كيف سيتم تمويل هذه التعويضات؟ معنا لمزيد من التفاصيل دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. مساء الخير على حضرتك. مساء النور، أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين الكرام. يعني بداية، شايف إزاي أهمية انعقاد كوب 28، وهل ممكن يعني يتم توحيد الجهود الدولية أو تقديم مقترحات تقلل من تأثير هذه التغيرات المناخية، ويكون في استجابة من الدول الصناعية الكبرى لمثل هذه التوصيات؟ الحقيقة في البداية يعني كوب 28 أنا بعتبره امتداد لكوب 27، وخاصة في كثير من القضايا يمكن هم بيتكلموا في بداية المؤتمر على التتبع استقبال العادل للطاقة، بيتكلموا عن تمويل المناخ وكيفية وآليات تمويل التكيف مع المناخ، أيضا بيتكلموا على الشمولية وإزاي أن الدول تتشارك وأن كل دولة عليها دور في هذا الأمر. والحقيقة يعني أن كان هناك توصية زي ما حضرتك تفضلت في كوب 27 وهو إنشاء صندوق الأضرار والخسائر، والحقيقة يعني هذا الصندوق وبدبلوماسية مصرية رائعة قدروا يتفقوا ويوقعوا على هذا الصندوق، ولكن كانت هناك بعض المعايير التي يجب أن توضع في هذا الصندوق حتى يتم تنفيذه بالفعل. وبالفعل مصر عملت خلال هذا العام الماضي لأربعة اجتماعات مع الدول النامية والدول المتقدمة بحيث تحط آليات لهذا الصندوق، ومن سيدفع ومن المتضرر ومن سيأخذ هذه الأموال وكيف ستصرف زي ما حضرتك تفضلت. وبالتالي كان هناك يعني أنا بعتبر أنه تنفيذ هذا الصندوق اليوم بفتح هذا الصندوق التوقيع عليه، وبتهدد بعض الدول، النهارده الامارات اعلنت 100 مليون دولار هذا الصندوق، الولايات المتحده 17.5 مليون 70 مليون، وهكذا تقريبا اليابان والمانيا. ده فتح خير بعتبره يعني نصر للدبلوماسيه المصريه اللي نجحت خلال هذا العام اثناء يعني قيادتها لهذا المؤتمر. طب ابرز الاليات دكتور عبد المسيح، يعني ممكن الواحد يسال دلوقتي، يعني هذه هذا الصندوق او هذا التمويل اللي هيكون في الصندوق، هل هيذهب بشكل تعويضات مباشره ولا شراكه في مشروعات ذكيه صديقه للبيئه؟ يعني شكل اداره هذا الصندوق من اجل اهداف بيئيه يستفيد منها الدول المتضرره. هي تبقى مشروعات بتخدم عمليات التكيف. هي المشكله ايه؟ المشكله عندنا مشكلتين. الدول الناميه ما عندهاش مثلا مبكر الناس الى عند قبل حدوث الكارثه، وبالتالي النهارده الدول الناميه محتاجه هذه النظم الانذار المبكر، ممكن تبقى زي مشروع انذار مبكر. كمان النقطه الثانيه وهي مشروعات التكيف، ازاي مثلا مشروعات الطاقه نوع من مشروعات التكيف، مشروعات تحليه المياه، مشروعات الخاصه بمعالجه مياه الصرف الصحي، الزراعه المستدامه، كل هذه المشروعات سوف تمول من الدول المتقدمه من خلال هذا الصندوق الذي تم بالفعل تدشينه بالامس، وعرفنا هذه القرارات اليوم.
طيب الجهود المصرية السيد الرئيس النهاردة في كلمته استعرض كمان الجهود المصرية خلال عام من رئاسة قمة تغير المناخ COP27، يعني شايف ازاي أبرز الجهود المصرية فيما يتعلق بمواجهة تداعيات التأثيرات المناخية خلال الفترة الماضية وخلال العام الماضي تحديدا؟ لما نقرا الحديث انه في اساسيه وعرض تم بالفعل، كان هناك اساسيه صندوق التمويل اللي احنا قلنا عليه الاضرار والخسائر، كان ثاني برنامج حول الانتقال للطاقه، والبرنامج الثالث هو عمل لخفض الانبعاثات. والحقيقه كان اشار ايضا الى موضوع التغيرات المناخيه وكيفيه التغير. جميل، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان، استاذ الدراسات البيئيه بجامعه عين شمس.